بالنسبة للمرأة عنا في المجتمع أنا بعتبرها إنها هي مضطهدة. بتكون يعني أحكي لك يعني بس رب بيت وبس للدار وشغل الدار ومقيدة في شي تطلع في شي تعمل. بعتقد إنه كل أم أو كل مرأة سواء أخت أم صبية هي إلها كيان خاص. لسه حقوقها مش كاملة خصوصا ببين هذا الوضع في المجتمعات المش مدنية كثير في القرى أكثر. وضع المرأة طبعا في المجتمع بيختلف من بيئة لبيئة ومن منطقة لمنطقة لأنه كل مرأة بتعيش في ظروف معينة في عائلة معينة في بيئة معينة. بس إجمالا يعني بتوقع أن وضع النساء الفلسطينيات منيح أحسن من وضع نساء تانيات عربيات لأنه عنا في تعليم للبنات في شغل للبنات بوصفوهم يعني أهليهم معطيهم حقوق. أنا بشوف وضع المرأة في مجتمعنا الفلسطيني أنه بتحسن. نسبة التعلم للإناث أكثر من نسبة الذكور وأغلب فرص العمل أصبحت نسائية الفترة الماضية. يعني المرأة صار لها دور بالمجتمع، صارت تشارك باتخاذ القرارات، صار لها رأي، صار لها صوت. المهم في موضوع المرأة أنه دعم المرأة للمرأة، دعم المرأة للمرأة بالمنطق الصح. كل مرأة هي عندها قوة، عندها كيان قادر تطلعه ويستفيدوا منه العالم. هي ريت أنه بصير في تفكير بمنطق آخر أكثر من حقوق المرأة اللي عم بوصل للصبايا الصغار بطريقة أنه أنا صرت أروح وآجي وين ما بدي، صرت أعمل شو ما بدي، وكأن هاي هي الحقوق اللي إحنا منطالب فيها. وهذا هو